السلام عليكم. محاضرتنا اليوم إن شاء الله رح تكون عن البادي فلويدز اللي هي سوائل الجسم. هلا البادي فلويدز هي عبارة عن ووتر بلس السوليوتس اللي مذابة بالووتر. خلينا نبدأ الشرح على هذا الشكل. بالعادة الأدلت فيميلز الفلويدز بتشكل 55% من وزنهم، اوكي. بالادلت ميلز البادي فلويدز بتشكل حوالي 60% من وزنهم، فهذا بيعني انه احنا اكثر من نص وزننا عبارة عن بادي فلويدز. كيف بيتوزع هذا البادي فلويد؟ بيتوزع مينلي بتوين الانتراسيلولر والاكستراسيلولر، اللي هو الفلويدز اللي موجودة جوا الخلايا والفلويدز اللي موجودة برا الخلايا. يوجوالي يفترض انه 2/3 of the body fluids are intracellular 1/3 are extracellular. هلا الاكستراسيلولر بتنقسم لقسمين، 80% is interstitial fluid اللي هو الفلويد اللي بيكون between the cells بهاي المنطقة. هون انا عندي خلايا والخلايا في بيحيط فيها سائل، هي بتسبح جوا سائل، هذا السائل اسمه الانترستيشيال فلويد، وهو بشكل 80% من الاكسترا سيلولر، من الثلث. طيب و20% عبارة عن البلازما، والبلازما هو الفلويد بارت of the blood. البلود مكون من جزئين، في عنا الجزء الأول اللي هو الformed elements اللي هم الخلايا، والجزء الثاني هو البلازما اللي هو عبارة عن الفلويد. اوكي طيب هاي الارقام بدي تحفظوهم، لانه انا ممكن احكي لكم انه في عندي شخص وهذا الشخص عنده 60 liters of body fluid. ممكن اسألكم what is the volume of plasma؟ معكم هاي المعلومة بدكم تطلعوا الفوليوم of the plasma. هلا بدنا نتذكر انه 2/3 are intracellular 1/3 is extracellular، 80% of the extracellular is interstitial 20% is plasma. فمعناته انا اول خطوة بعملها اني باخد 60 وبحكي انه الثلث هو extracellular، يعني بضرب بثلث، 60 ضرب ثلث 20. فإذا أنا عندي 20 لتر بالإكسترا سيليولر. هلا البلازما شو بتشكل؟ 20%، معناته بضرب العشرين لتر هاي ضرب 20 على 100 اللي هي 20% وتساوي 4 لتر. معناته هذا الشخص اللي عنده 60 liters of body fluids عنده 4 liters of plasma. اوكي طيب لو حكينا انه في عنا شخص عنده 40 liters of body fluid، what's the intracellular fluid؟ بنضرب 40 ضرب 2/3 اوكي وتساوي 80 على 3 وتساوي تقريبا 27 لترز. اوكي 27 لترز هدول نعتبرهم احنا انتراسيلولر. فبالتالي هاي الارقام مهم نكون عارفينها. الشغلة الثانية انه الاكستراسيلولر فلويد حكينا انه هو 80% انترستيشيال 20% بلازما. بدي تعرفوا انه في اذر extracellular fluids غير الانترستيشيال والبلازما، لكن اول شيء هم ما بيهموني بموضوع المحاضره اليوم، وهم بالعاده يعني بشكله فوليوم قليل جدا. بس مثلا من الامثله على الاكستراسيلولار فلويدز السيريبروسباينال فلويد اللي هو هذا بحيط بالدماغ والسباينال كولوم. في عندنا الساينوفيال فلويد اللي موجود انسايد ذا جوينتس جوا المفاصل. في عنا الأكياس هيومر والفيتروس بودي، هدول سوائل موجودة بالعين.
في عنا اندولينف وبيريلينف، هدول موجودين بالأذن. فالبوينت هو انه في عنا اكسترا سيليولر فلويد بأذر كومبارتمنتس، بس انا اللي بيهمني هو الانترستيشيال والبلازما. طيب هلا هدول الكومبارتمنتس في شيء بيفصلهم عن بعض، هم مش يعني في باريرز بيناتهم. ففي عندي انه الخلايا هاي شو اللي بيفصلها عن الانترستيشيال فلويد؟ بيفصلها البلازما ممبرين، والبلازما ممبرين هو سيمي بيرميابل ممبرين، يعني بيسمح بمرور المواد من خلاله، لكن يعني في بعض المواد بيكون سهل انها تعبر، وفي مواد اخرى بيكون عبورها للبلازما ممبرين بصعوبة، ممكن تحتاج لأكتيف ترانسبورت، ممكن تحتاج يعني something like that. هلأ الـ interstitial fluid is separated from the plasma by the wall of the blood vessel. الـ blood vessels هدول في إلهم walls، الـ wall مكون من عدة طبقات، فبالتالي بالعادة مش سهل إنه أو مستحيل إنه يصير في تبادل للسوائل ما بين البلد فيسل والانترستيشيال فلويد. الاستثناء الوحيد هم الشعيرات الدموية، البلد كابيلاريز. البلد كابيلاريز الوولز اللي فيهم very thin walls، it allows for easy exchange of solutes and water between the plasma and the interstitial fluid. Okay. طيب هلا في مصطلح كتير مهم اسمه الفلويد بالانس. الفلويد بالانس، هلا to be healthy we have to have fluid balance. شو يعني الفلويد بالانس؟ انه كمية او الفوليوم الفوليوم of water and the amount of solutes in the body are kept constant، تضلها ثابتة. اوكي، ويضل التوزيع اللي بين هدول الكومبارتمنتس ثابت. يعني أنا جسمي مثلا فيه 40 liters of fluid وفيها تركيز أملاح بطريقة معينة بتركيز معين، حتى أنا أكون بحالة من الفلويد بالانس يفترض إنه يضل ال 40 liters تضلها ثابتة يوم ورا يوم، تضلها ثابتة. اوكي طيب هلا حتى يتحقق هذا الشرط لابد انه الووتر اوتبوت يساوي الووتر انتيك، يعني كمية المي اللي بتدخل للجسم تكون مساوية لكمية المي اللي بتغادر الجسم. الانتيك اللي هي بتدخل، الاوتبوت اللي هي بتغادر الجسم. نفس الشيء بالنسبة للالكترولايتس او الاملاح، كمية الأملاح اللي بتدخل على الجسم يفترض تساوي كمية الأملاح اللي بتخرج من الجسم. بهاي الحالة احنا منضل بحالة من الفلويد بالانس. خليني أورجيكم هاي. هلأ احنا يوميا بيدخل جسمنا مي وبنفقد مي. اوكي، لكن حتى نضل بحالة من البالانس لازم الووتر جين يساوي الووتر لوس. هلا خلينا نتعرف على المصادر اللي بتدخل لي ماء على الجسم. كل يوم تقريبا 1600 مل of water is ingested as liquids، يعني كل يوم احنا تقريبا بنشرب 1600 مل من السوائل، ما بين ماء، عصير، مشروبات سخنة، شو ما كان. 700 مل بيجوا من الانجستد فود، في بعض أنواع الفود بتكون بتحتوي على ماء، هي يعني معظمها فيها ماء بس إنه في منها فيها نسبة مي عالية. أوكي، ف 700 مل بيجوا من الفود. بضل عندي تقريبا 200 ملي، هدول بيجوا من الميتابوليك رياكشنز اللي بتصير بالجسم، ومثال عليها الايروبيك ريسبيريشن اللي بينتج عنه ATP.
هذا هاي هذا التفاعل الايروبيك ريسبيريشن بينتج لي H2O، وتقريبا باليوم الواحد 200 مل بينتجوا عن هاي التفاعلات. اوكي، هل هاي الارقام ثابته 100%؟ قطعا لا. هلا احنا الميتابوليك ووتر ممكن يزيد اذا كان الجسم عم بيصنع ATP اكثر من الطبيعي، لانه بيحتاج ATP، لانه مثلا على فرض الانسان عم بيمارس تمارين رياضيه وبيبذل مجهود وبيحرك عضلاته، بيكون بده كميه ATP اكثر، فممكن الميتابوليك ووتر تكون اكثر. الانجستد ليكويدز ممكن برضه يكونوا اكثر حسب الشخص، انه ممكن يكون مثلا بهداك في يوم معين انه يشرب كميه مي اكثر من اللي بيشربها دائما، وممكن تكون اقل. نفس الشيء الانجستد فود، فهذا مش ثابت 100%. هدول الارقام هيك الافريج، هيك المعدل لمعظم الناس، هاي هي هيك الارقام. طيب وين بنفقد احنا المي يوميا؟ في عنا فقد للماء 100 مل تقريبا بيفقدوا بالجي اي تراكت، بالجهاز الهضمي، على شكل فيسز براز. اوكي، 300 مل يفقدوا عن طريق اللونجز على شكل ووتر فيبر، بخار ماء، يعني مع الزفير اللي بيطلع بيطلع بخار ماء، فهذا بيخلينا نفقد سوائل. 600 مل يفقدوا عن طريق السكن. هلا جزء منهم بيكون على شكل سويت، العرق، وجزء بنسميه الانسنسبل ووتر لوس، هو يعني انه نفقد سوائل بس بدون ما نحس فيها. 1500 مل تفقد عن طريق الكلى. فالميجر الميجر ووتر لوس بيكون عن طريق الكلى. هلا حكينا احنا انه الووتر جين ممكن يتغير، ممكن يزيد وممكن يقل، وهون بيجي دور الكلى. الكلى بالإضافة انه هي اللي بتطلع معظم الووتر من الجسم، هي كمان ممكن تغير وبسهولة كمية المي اللي بتطلعها. يعني إذا كان الشخص مثلا صايم، وبالتالي كمية الانجستد ليكويدز كانت أقل من الطبيعي، على طول الجسم بيستجيب بأنه بخفف من اليورين أوتبوت، بخفف من كمية المي اللي بتطلع مع البول. أوكي؟ على العكس إذا كان الشخص عم بيشرب سوائل زيادة عن اللزوم، الكيدنيز على طول they adapt وبيفرزوا كل هذا الماء الزائد عن الحاجة مع البول، فبطلع البول diluted. أوكي؟ طيب هلا احيانا خصوصا بوقت الاكسرسايز كمان السكن واللونجز ممكن يزودوا من الووتر لوس، بس بالعاده اللي بينظم لي موضوع الووتر لوس هو الكيدنيز. يعني مثلا الشخص اللي بيكون بيلعب رياضه بيتعرق زياده عن اللزوم فبيزيد هذا الفقد، بيكون يتنفس زياده عن الوضع الطبيعي كمان فبيفقد اكثر عن طريق اللونجز. هلا الووتر جين حكينا في عنا ميتابوليك وانجستد، المين هو الانجستد. الميتابوليك ما له هالمساهمة الكبيرة، المين هو الانجستد، وهذا الانجستد بيختلف بشكل كبير من شخص لآخر، وبيختلف كمان بالنسبة لنفس الشخص. أوكي، حسب مثلا الطقس، حسب هو شو متعود، حسب الفيزيكال اكتيفيتي اللي بيقوم فيها، يعني اذا لعب تمارين رياضيه او اذا بذل مجهود اشتغل برا او كذا ممكن انه يستهلك كميه اكبر. هلا اللي بنظم لي كميه المي اللي لازم اتناولها واللي بتكون مناسبه لجسمي هي الثيرست سنتر، لانه ممكن في بعض الاحيان انه الووتر لوس يكون أكثر من المعتاد. يعني مثلا خلينا نحكي إنه إجا شخص صار عنده دياريا اللي هو الإسهال، بالدياريا كمية الستول اللي بتطلع من الجسم رح تكون أكبر من الطبيعي، فبالتالي ممكن الإنسان يفقد أكثر من 100 مل عن طريق الفيسز. أوكي؟ فهلأ دائما الجسم بيحاول إنه يوازن الأمور، فممكن إذا فقدنا إحنا
أكثر من 100 مل مثلا فقدنا 400 أو 500 عن طريق البراز، فبيكون إنه الواحد من الريسبونسز للجسم إنه الإنسان على طول بيشعر بالعطش وبيحاول إنه يزيد من الانجستد ليكويدز عشان يعوض اللي فقد. برضه ممكن من الطرق اللي الجسم يحاول يستعملها عشان يعادل الخلل اللي صار إنه يقلل من الووتر لوس بالطرق الأخرى اللي هي مينلي الكيدنيز، إنه تقل كمية الووتر اللي طالعة مع الكيدنيز. أوكي، فاللي بدي إياكم تتذكروه إنه الكيدنيز بتلعب دور مهم جدا بتنظيم فقد الووتر لوس وبرضه بتنظيم الإلكترولايت لوس. هلا احنا حكينا انه الفلويد بالانس بيعتمد على الووتر والالكترولايت، مش بس الووتر، لانه احنا كمان بهمنا انه تركيز الاملاح بالجسم يضل ثابت، انه ما يتغير، اذا تغير رح يعمل خلل بالجسم، فاحنا بدنا برضو الالكترولايتس. هلا الالكترولايت انتيك هذا بيعتمد على الدايت، يعني في اشخاص ممكن في يعني أملاح كتير بأكلهم، في أشخاص لا حسب الدايت تبعتهم، ومن يوم ليوم ممكن الموضوع يختلف حسب شو بناكل. أوكي، الأوتبوت للإلكترولايت اللي بيتحكم فيه هم الكيدنيز. هلا كيف ممكن الكلى يغيروا، أوكي، كيف ممكن الكلى يغيروا كمية الووتر اللي بتطلع مع اليورين وكمية السولتس اللي بتطلع مع اليورين بحيث نضل محافظين على شيء معين على ليفل معين؟ عن طريق هرمونات. من هاي الهرمونات الانجيوتنسين 2، الالدستيرون والاي ام بي، هدول بيلعبوا دور كبير بتنظيم اللوس اوف سولتس، خصوصا الصوديوم والكلورايد. هلا الصوديوم والكلورايد هم اهم تو الكترولايتس بالاكسترا سيلولار كومبارتمنت، لانه هم اللي لهم اعلى تركيز بالاكسترا سيلولار كومبارتمنت. وبرضه يعني بدناش ننسى انه احنا التيبل سولت اللي هو الملح الطعام هو عباره عن NaCl، فبالتالي هم من اكثر الاملاح اللي بيدخلوا على جسمنا مع الدايت. اوكي، هلا المين ريجوليتر للووتر لوس هو هرمون اسمه الـ ADH، الـ Anti-Diuretic هرمون، وهذا بيجي من الـ Posterior Pituitary Gland، غدة اسمها الغدة النخامية. طيب، بس برضو يعني هدول الهرمونات صح هم بشكل مباشر بيأثروا على الصوديوم والكلورايد، لكن برضو رح يأثروا بشكل غير مباشر على الماء، لأنه دائماً دائماً إذا إحنا فقدنا كمية أملاح أكبر باليورين رح نفقد برضو كمية ماء أكثر باليورين. هلا هذا بيعتمد على الأزموسس، أكيد بتعرفوا الأزموسس، وإحنا اليوم رح نحكي شوي عن موضوع الأزموتيك بريشر، بس الأزموسس اللي هو حركة الماء أكروس أمبرين. هلا لما الكيدنيز لما الكيدنيز بيطلعوا كمية أملاح كبيرة مع اليورين، برضو في كمية مي كبيرة رح تطلع مع اليورين. أوكي؟ طيب، هذا بس شكل تاني بيورجينا إنه كيف إحنا عنا كمية معينة من الفلويدز بجسمنا موزعة بين ثلاثة كومبارتمنتس بيفصلهم ممبرينز، هاي الكابيلاري ممبرين وهاي السيل ممبرين. في عنا دائما انتيك وفي عنا اوتبوت من الجسم، لازم يكون الانتيك يساوي الاوتبوت عشان هدول الثري كومبارتمنتس يضلوا زي ما هم. ويفترض كمان عشان احنا نكون بحاله من الفلويد بالانس انه كميه الفلويد بكل وحده من الكومبارتمنتس تضلها ثابته، والجسم عنده قدره رهيبه على الحفاظ على هدول الكومبارتمنتس بشكلهم زي ما هم، مع انه دائما وابدا في حركه سوليوتس وحركه ووتر بين الكومبارتمنتس دائما بالاتجاهين، لكن دائما الجسم بيحاول يرجع هدول الكومبارتمنتس للوضع الطبيعي. طيب،
هلا ننتقل للحديث عن الالكترولايتس in the body fluid. هلا الالكترولايتس الأملاح اللي موجودة بجسمنا إحنا، الأيونات اللي موجودة بجسمنا بتلعب دور كتير مهم بالجسم. من الأدوار اللي بتلعبها هاي الالكترولايتس إنها بتحافظ على الأسيد بيس بالانس، يعني بتحافظ على البي اتش للبلد وللبودي فلويدز. It carries electrical current، يعني إنه بسبب الالكترولايتس بيصير في عنا الأكشن بوتنشال والجريدد بوتنشال. الأكشن بوتنشال ممكن يصير بالنيورونز أو بالمسلز. في عنا a lot of ions work as cofactors. أوكي، cofactors لإنزيمات، بدونهم الإنزيم ما رح يشتغل. They control the osmosis of water between the fluid compartments، يعني تركيز الأملاح هو اللي بيحدد حركة الماء across the membrane زي ما رح نشوف كمان شوي. هلأ بدنا نحكي عن مصطلح اسمه الأوزمولاريتي. الأوزمولاريتي هلأ كيف منعبر إحنا عن تركيز الأملاح بالجسم؟ بنستعمل وحدة اسمها الملي أوزمول بير ليتر أو الملي إكويفلنت بير ليتر. هلأ بالنسبة للأوزمولاريتي، الأوزمولاريتي دائما تساوي الـ number of osmoles لهذا السوليوت per liter of solution، أوزمول per liter. أوكي، بس بالجسم الأوزمول وحدة كتير كبيرة، فمنستعمل إحنا وحدة الملي أوزمول، ملي أوزمول per liter. طيب هلا شو يعني أصلا أوزمول؟ الأوزمول هو عبارة عن، يعني لما بدنا نيجي نحكي مثلا أوزمول من الصوديوم، يعني هو المولكيولر ويت للصوديوم مقسوم، طبعا هذا المولكيولر ويت بيكون بالجرام، مقسوم على النمبر اوف بارتيكلز اور ايونز لهذا المولكيول. اوكي، هلا اللي بيهمني انا انكم تعرفوا انه الاوزمولاريتي هي وحده لقياس الكونسنتريشن اوف الكترولايتس بالبلازما، ولانه هي وحده كبيره كاوزمول فاحنا بنستعمل الملي اوزمول، ملي اوزمول بير لتر. الوضع الطبيعي بالجسم انه الاوزمولاريتي بالاكسترا سيلولار والانترا سيلولار فلويدز تكون بحدود ال 300 ملي اوزمول بير لتر، وهاي الاوزمولاريتي جايه نتيجه لوجود a lot of solutes بالاكسترا سيلولار والانترا سيلولار fluids. بس فعليا بالاكسترا سيلولار فلويد الموست اباندنت سوليوتس او الكترولايتس هم الصوديوم والكلورايد. بالانترا سيلولار الموست اباندنت هم البوتاسيوم، وفي عنا برضو الفوسفيتس والبروتينز. طيب فهدول كلهم بيساهموا بالأوزمولاريتي. هلا بهذا الشكل هون بدنا نشوف الأوزمولاريتي للبلازما، للإنترستيشيال فلويد وللإنترسيليولار فلويد. هلا إذا بنطلع مثلا أو بدنا نقارن بين البلازما والإنترستيشيال فلويد، يعني تركيز السوليوتس والجلوكوز والبروتينز وكل هاي المواد يعني تقريبا متشابه ما بين البلازما والانترستيشيال فلويد. يعني البيجست ديفرنس بين البلازما والانترستيشيال فلويد انه تركيز البروتينات اعلى بكتير بالبلازما منه بالانترستيشيال فلويد، لأنه البلازما بيحتوي على العديد من البروتينات اللي ما بتستطيع أنها تعبر الكابيلاري ممبرين وتدخل على الانترستيشيال فلويد، فدائما تركيز البروتينات بالانترستيشيال فلويد بيكون قليل. لكن بالنسبة لباقي المواد بتلاحظوا أنه التركيز قريب من بعضه. أوكي، هلأ الانترستيشيال بتختلف بشكل كبير عن الاكسترا سيلولار اللي هم الانترستيشيال والبلازما. فمثلا على سبيل المثال
التركيز الصوديوم بالبلازما وبالانترستيشيال بحدود 140 ملي أزمول بير لتر، بينما بالانتراسيلولار كومبارتمنت هو بحدود 14 ملي أزمول، ففي فرق كبير. البوتاسيوم العكس، بالاكستراسيلولار بحدود 4 ملي أزمول، بينما بالانتراسيلولار تقريبا 140. أوكي، وفي عدد كبير من الإلكترولايتس بنفس الطريقة. هلأ مع أنه في اختلاف بالتراكيز، لكن في النهاية إذا بدكوا تتفرجوا هون على التوتال أوزمولاريتي رح تشوفوا أنها هي تقريبا نفس الشيء، هي كلها بحدود 300. أوكي، وهذا موضوع كتير مهم، أنه تكون الأوزمولاريتي تكون تقريبا نفس الشيء بهدول الثلاثة كومبارتمنتس، لأنه هذا بيحدد إنه إذا رح، يعني خلينا نحكي بيحدد حركة الووتر across the membranes زي ما رح نشوف بعد شوي. طيب إحنا حكينا إنه في وحدة تانية بنستعملها إحنا أحيانا لنعبر عن التركيز، اللي هي الملي إكويفلنت بير لتر. الملي إكويفلنت هاي بنستعملها عشان خلينا نحكي نعبر عن النمبر اوف الكتريكال تشارجز اللي الالكترولايت او السوليوت بيساهم فيه بالسوليوشن. يعني مثلا لو حكينا احنا انه تركيز الصوديوم هو عبارة عن 140 ملي أزمول بير لتر، اوكي، معناته كم الالكتريكال تشارج اللي الصوديوم بيوفرها لهذا السوليوشن. تذكروا انه الصوديوم هو بلس 1، يعني هون عندنا بلس 1، معناته هو بيعطي 140 ملي اكويفالنتس. اوكي، الكلورايد نفس الشيء، هو معاه نيجاتيف 1، فبالتالي هو الملي اكويفالنت بير لتر بتساوي الملي اوزمول بير لتر للكلورايد. لكن في حالة الأيونات اللي عندها أكتر من electrical charge وحدة، زي الكالسيوم مثلا اللي هو عنده plus 2، فبهاي الحالة الملي equivalent بتساوي ضعف الملي أزمول. يعني إذا كانت الملي أزمولز، خلينا نشوف الملي أزمولز للكالسيوم، وين الكالسيوم؟ هي الكالسيوم الملي أزمولز تركيزه هو 1.3، فمعناته الملي إكويفالنت للكالسيوم بتساوي 2.6 ملي إكويفالنت، لأنه ضربنا 2 اللي هي الشحنة اللي على الكالسيوم بالملي أزمولز. أوكي، فإذا بالنسبة هدول الإلكترولايتس بشكل عام، الإلكترولايتس هم نوعين، هاي يمكن نسيت أحكيها، الكاتايونز اللي هم الالكترولايتس اللي عليهم positive charge، والانيونز اللي هم الالكترولايتس اللي عليهم negative charge. okay، فسواء كاتايون او انيون دائما احنا بدنا نحسب الملي equivalent، بنضرب الملي أزمولز بالnumber of electrical charges، ما بيهمني البوزيتيف والنيجاتيف. طيب فهون مثلا احنا معطينا التراكيز الاملاح بالملي اكويفالنتس، لو بدكم تقارنوهم بالجدول رح تلاحظوا انه مثلا الكالسيوم، المغنيسيوم، ال HPO4، ال SO4-2، هدول رح يكون الملي اكويفالنت مختلفة عن الملي أزمول. طيب ننتقل للحديث عن الأوزموتيك بريشر. هلا الأوزموسيس هو عبارة عن حركة الووتر أكروس أممبرين، أوكي، أكروس أممبرين. هلا كيف الووتر بيتحرك أكروس أممبرين؟ بيتحرك من الأريه that has higher water concentration to the area that has lower water concentration. أوكي، هلا لما نكون إحنا عم نحكي عن solution، المنطقة يعني إنه في إشي مذاب بالماء، المنطقة اللي فيها higher water concentration يعني فيها lower solute concentration. أوكي، هلا هذا بالنسبة للأزموسس.
الأوزموسيس حركة الماء أكروس الممبرين. خليني أورجيكم هون. هون أخذنا تيوب على شكل حرف اليو، أوكي، وعبينا مي. بالمرحلة الأولى عبينا مي. هلا بهاي المنطقة من التيوب في عندي هون سيلكتيفلي بيرميبل ممبرين. هذا الممبرين فيه فتحات صغيرة بتسمح بدخول أو حركة الماء من خلاله، لكن ما بتسمح بحركة أي مادة ثانية. طيب الخطوة الثانية اللي عملناها إحنا، هاي أول مرحلة إنه حطينا مي، أوكي، فالماء ممكن يتحرك خلال هذا الممبرين. هلا بعد هيك حطينا سوليوت، على فرض مثلا إنه حطينا صوديوم، أوكي، حطينا هون قطعتين من الصوديوم، أيونين من الصوديوم، وهون حطينا 8. إذا هون حطينا 2 وهون حطينا 8. فإذا بالجهة اليمين حطينا صوديوم أكتر، فشو صار؟ صار تركيز الصوديوم بهاي المنطقة أعلى من تركيزه بهاي المنطقة، لأنه كمية المي هي نفسها. فهون صار في عندي خلل، صار في خلل across this membrane، صار في خلل بالconcentration across this membrane. فهلا كيف بده يتعدل الموضوع؟ الصوديوم ما بيقدر يتحرك من خلال الممبرين، ما بيقدر الصوديوم انه يتوزع مثلا يروح هون 3 فيصفي هون في 5 وهون في 5. لا، الصوديوم ما بيقدر يتحرك، معناته الحل الوحيد انه الووتر هو اللي يتحرك، اوكي. فحيبدا المي رح تبدا تتحرك من المكان اللي تركيز الماء اعلى للمكان اللي تركيز الماء اقل، اللي هو من اليسار لليمين بهذا الشكل، بهذا الاتجاه، اوكي. فاللي رح يصير بعد فتره انه رح نوصل لحاله من الاكويليبريم، لحاله من التوازن. رح يصير تركيز الصوديوم بجهه اليسار زي تركيزه بجهه اليمين، مع انه كميه الصوديوم والمي بهاي الجهه اكبر، بس انا عم بحكي عن تركيز، اوكي. فالتركيز صار متساوي. هذا هو مبدأ الأوزموسس. طيب هلا ليش بصير الأوزموسس؟ لأنه لازم نوصل لحالة من الإكويليبريم، وبما أنه السوليوت ما بيقدر يتحرك لازم الووتر هو اللي يتحرك. طيب هلا شو يعني أوزموتيك بريشر؟ الأوزموتيك بريشر هو البريشر that is enough to stop الأوزموسس، هو amount of pressure required to stop الأوزموسس. يعني هون عم بيصير هذا الأوزموسس، ماشي، صار الأوزموسس أو صار وصلنا لحالة من الإكويليبريم، مستحيل إنه يرجع المي بالوضع الطبيعي ترجع على هاي الجهة. لكن لو أنا جبت ضغط ثقل، يعني عملت ضغط، ضغطت على جهة اليمين بثقل زي هيك، بحيث إنه كان الضغط اللي أنا عم بحطه بيساوي الأوزموتيك بريشر، رح نوصل لمرحلة إنه نرجع المي لوضعها الطبيعي، أوكي. هلا المي عم بتحاول، هي بتحاول إنها تعبر لهون، لكن في قوة عم تمنعها، أوكي. فهاي القوة تساوي الأوزموتيك بريشر. هلا دائما الأوزموتيك بريشر بيعتمد على تركيز السوليوتس. كل ما كان تركيز السوليوتس أعلى بيكون الأوزموتيك بريشر أعلى، أوكي؟ طيب هلأ إذا بتتذكروا إحنا حكينا إنه بالجسم، بجسمنا الأوزمولاريتي بكل الكومبارتمنتس، البلازما والإنترستيشيال والإنتراسيليولر متساوية، هي بحدود 300 ملي أزمول بير ليتر. ليش هذا الحكي مهم؟ لأنه لما بصير في اختلاف بالأوزمولاريتي رح يصير في أزموسس للووتر بين الكومبارتمنتس. فإحنا عشان نحافظ على كمية المي بكل كومبارتمنت ثابتة وما تتغير، مفروض نحافظ على الأوزمولاريتي. خلينا نشوف شو بصير للخلايا لو تغيرت الأوزمولاريتي لمحيطها. هلا عندي هاي خلية
وهاي الخلية الأوزمولاريتي جواتها، تركيز الأملاح جواتها، تركيز السوليوت جواتها، الأوزمولاريتي بتساوي 280 ملي أوزمول بير ليتر. ماشي، أخذت هاي الخلية وحطيتها جوا سوليوشن، يعني كأني حطيتها، خلينا يعني لو هذا بدنا نشبهه بالجسم، إنه هاي الخلية في حواليها انترستيشيال فلويد. هلا هذا الانترستيشيال فلويد الأوزمولاريتي لإله 280 ملي أوزمول بير ليتر، يعني نفس الأوزمولاريتي للخلية. فبما إنه الأوزمولاريتي متساوية، معناته كمية المي اللي جوا الخلية رح تضلها ثابتة، ما رح الخلية تفقد ووتر. أوكي، هلا هذا السوليوشن بنسميه احنا ايزوتونيك. ايزوتونيك لانه ما بيغير من حجم الخلية، فاي فلويد ما بيغير من حجم الخلية بنسميه ايزوتونيك. ايزو كلمة اي او بريفكس ايزو يعني متساوي. طيب هلا لو غيرت انا بتركيز السوليوشن اللي حول الخلية وخليته اعلى، صار 360، الخلية تركيز او الاوزمولاريتي فيها 280 والسوليوشن هذا الاوزمولاريتي لإله 360، شو اللي رح يصير بهاي الحالة؟ تركيز المي، تركيز السوليوتس اعلى خارج الخلية، فهذا بيعني انه عشان نوصل لحالة من الاكوليبريم، لحالة من التوازن، الووتر رح يبلش يطلع من جوا الخلية ويدخل على الفلويد عشان نوصل لحالة من التوازن، عشان تصير الأوزمولاريتي متساوية. ما بينفع إنه الخلية الأوزمولاريتي فيها 280 والسوليوشن 360، لا، لازم يكونوا زي بعض. عشان يكونوا زي بعض اللي رح يصير بهاي الحالة إنه الووتر رح يغادر الخلية ويدخل على السوليوشن. أوكي، هلا اللي رح يصير بالخلية إنه it will shrink زي ما أنتوا شايفين، تقلص حجمها، صغرت. أوكي، هذا السوليوشن اللي خلى الخلية يصير لها شرينكج بنسميه إحنا hypertonic solution. أوكي، طيب لو أخذنا الخلية وحطيناها بسوليوشن الأوزمولاريتي لإله 200 ملي أوزمول، يعني أقل من الأوزمولاريتي للخلية، هلا عشان نوصل لحالة من الإكوليبريم يفترض إنه الووتر يدخل لجوا الخلية، فالخلية رح تبلش يصير لها سويلينج، انتفاخ، رح تبلش تنتفخ وممكن تنفجر، يصير لها رابتشر وبالتالي تتدمر. اوكي، السوليوشن اللي بيسبب انه الخلية يزيد حجمها بنسميه هايبوتونيك سوليوشن، هايبوتونيك. اوكي، فهدول المصطلحات رح تسمعوهم كتير بحياتكم، اللي هم ايزوتونيك، هايبوتونيك، هايبرتونيك. هذا بيعتمد انه هل هذا السوليوشن رح يغير السيل فوليوم ولا لا. وليش بده يغير السيل فوليوم؟ لانه الاوزمولاريتي لإله مختلفة عن الاوزمولاريتي للخلية. اوكي، طيب هلا بجسمنا احنا حكينا الأوزمولاريتي لكل الكومبارتمنتس بحدود 300 ملي أوزمول، وضروري انه هدول يعني هذا المقدار يضلوا ثابت، لانه لو اختلف ولو بمقدار بسيط هذا بيخلي انه يصير في اختلاف كبير بالأوزموتيك بريشر اكروس السيل ممبرين او الكابيلاري ممبرين، وبالتالي رح يصير في حركة سوائل كبيرة بين الديفرنت كومبارتمنتس. هلا الأوزمولاريتي هاي 300 ملي أوزمول في حالة الإكسترا سيليولر فلويد 80% منها جاية من الصوديوم والكلورايد، لأنه تركيزهم هم هدول كتير عالي، وباقي الأيونات وباقي المواد تركيزهم منخفض. في حالة الإنترا سيليولر فلويد أكتر من نص الأوزمولاريتي جاية من البوتاسيوم لحاله. طيب هلا اللي بدنا نحكي عنه هلا هو الـ effect of adding saline solution to the extracellular fluid. يعني
أكيد بتعرفوا أنتوا أنه أحياناً نحتاج أنه نعطي المرضى سوائل، سوائل بالوريد اللي هي المغذي. أوكي، هلأ بدنا نعرف لما إحنا نحط زي هيك سوليوشن بجسم المريض شو تأثيره على الانتراسيليولر، على الاكستراسيليولر، وعلى الأوزمولاريتي. إحنا في عنا أنواع مختلفة من السلاين سوليوشنز. في عنا مثلا إشي اسمه نورمال سلاين، في هاف نورمال سلاين، وكل واحد منهم له استخدام. هلأ أنا بس اللي بيهمني هلأ إنكم تعرفوا شو اللي بده يصير لما منحط السوليوشن بجسم المريض. طبعا إحنا اللي بنعمله إنه بده ينحط إبرة داخل بلد فيسل، ويبلش هذا الفلويد يدخل على البلد فيسل، يعني بيدخل على الإكسترا سيليولر فلويد. اوكي، فهذا السوليوشن اللي احنا بنضيفه بيدخل على الاكسترا سيليولر فلويد. هلا بالشكل هذا اللي امامنا، هذا هون الجزء الكبير هو الانترا سيليولر فلويد، وهذا هو الاكسترا سيليولر فلويد. طبعا الانترا سيليولر فلويد بشكل ثلثين البودي فلويدز، والاكسترا الثلث، عشان هيك اكبر هون. الاوزمولاريتي حكينا بالجهتين تقريبا بحدود 300، هيا هذا بالوضع الطبيعي. هلأ على فرض انه انا اجيت اعطيت المريض ايزوتونيك سوليوشن. ايزوتونيك يعني له نفس الاوزمولاريتي 300 ملي اوزمول بير ليتر، هيك الاوزمولاريتي لهذا السوليوشن. اوكي، شو اللي رح يصير؟ اللي رح يصير انه انا حطيته بالاكسترا سيليولر فلويد، فبالتالي حجم الاكسترا سيليولر زاد. هيو زي ما انتم شايفين هون حجم الاكسترا سيليولر زاد، يعني صارت وصلت لهون. اوكي، طب شو صار بالاوزمولاريتي؟ الاوزمولاريتي ضلت زي ما هي، لانه هذا السوليوشن اللي اضفناه له نفس الاوزمولاريتي للاكسترا سيليولر فلويد. فبهاي الحاله الاكسترا سيليولر زاد، الاوزمولاريتي ضلت زي ما هي، والانترا سيليولر ما تغير على شيء. الحاله الثانيه هون حطينا هايبوتونيك سوليوشن، يعني حطينا سوليوشن مش 300 مثلا، 250 ملي أزمول، هيك تركيزه 250 مثلا، أو 260 270 whatever. المهم إنه هو الأزمولاريتي لإله أقل. هلأ إحنا بالمرحلة الأولى بنكون حطيناه هون بالإكسترا سيليولار فلويد. شو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه الأزمولاريتي للإكسترا سيليولار فلويد رح تقل، اوكي، والفوليوم رح يزيد. يعني هيها زادت، توسعت بهذا الاتجاه، توسعت هي بهذا الاتجاه، اوكي، بس الاوزمولاريتي نزلت. طيب هلا بما انه الاوزمولاريتي نزلت، معناته هلا بده يصير في خلل بين الانترا سيليولر والاكسترا سيليولر. اوكي، يعني اوكي، يعني مثلا الانتراسيليولر 300، بينما هاي لما انا ضفت عليها الفلويد صارت 250. اوكي، طيب هلا عشان نرجع حالة الإكوليبريم شو لازم يصير؟ اللي رح يصير انه الووتر رح ينتقل من الاكستراسيليولر يدخل على الانتراسيليولر. لما بيدخل مي على الانتراسيليولر شو اللي رح يصير؟ رح يزيد حجم الانتراسيليولر فلويد، الانتراسيليولر كومبارتمنت، وزي ما انتم ملاحظين هيها توسعت بهذا الاتجاه صارت اكبر، والاوزمولاريتي رح تقل، بحيث انه نوصل لحاله وسط بين ال 250 وال 300. اوكي، نوصل لتركيز بيناتهم، مثلا يصير التركيز 270 280 something like that. فاذا لما بنحط هايبوتونيك سوليوشن الأوزمولاريتي بالإكسترا سيليولار فلويد رح تقل، والفوليوم رح يزيد. بعد شوي عشان نصير بحالة من الإكوليبريم رح يصير الووتر يدخل على الإنترا سيليولار كومبارتمنت، فبالتالي الفوليوم أوف الإنترا سيليولار رح يزيد، والأوزمولاريتي رح تقل. بالنهاية
بالنهاية لما منوصل لحالة من الإكوليبريم رح تكون الأزمولاريتي للإنتراسيليولار والإكستراسيليولار قلت وبوث الإكستراسيليولار والإنتراسيليولار فوليوم زاد، الجهتين زادوا. طيب لو حطينا هايبرتونيك سوليوشن شو رح يصير؟ خلينا نفكر شو رح يصير. حطينا هايبرتونيك سوليوشن، يجينا أعطينا المريض سوليوشن تركيزه 350 ودخلناه هون على الإكسترا سيليولار فلويد، فأكيد هو رح يزيد الفوليوم. طبعا أكيد يعني إحنا حاطينه عشان يزيد الفوليوم، زاد الفوليوم. يعني إحنا مثلا ممكن نحط للمريض لتر من السوائل، فبدو يزيد حجم الإكسترا سيليولار، بالتأكيد رح يزيد. بس برضو زادت الأوزمولاريتي، ارتفعت الأوزمولاريتي، فصار إنه هون زاد الحجم وزادت الأوزمولاريتي. طيب شو الحل؟ الحل إنه يصير يطلع عندي ووتر من الانتراسيليولار كومبارتمنت على الاكستراسيليولار بهذا الشكل، فبالتالي حجم الانتراسيليولار كومبارتمنت رح يصغر، صارت عند هذا المنقط. اوكي، صغر حجم الانتراسيليولار لأنها فقدت مي، بس ما فقدت أملاح، فلأنه المي قلت بس الأملاح لساتها زي ما هي اللي جوا الخلية، فمعناته الأوزمولاريتي اللي جوا رح ترتفع. فبعد شوي رح نوصل لمرحلة من الإكوليبريم، رح تكون الأوزمولاريتي للإنتراسيليولار والإكستراسيليولار زادت، حجم الإنتراسيليولار قل، حجم الإكستراسيليولار زاد. أوكي، فهذا هو الإفكت of adding saline solution to the extracellular fluid. كل نوع من السلاين له تأثير مختلف عن النوع الآخر. هلا بالعادة احنا اكتر شيء بنعطيه للمرضى هو النورمال سلاين، لانه بيكون هدفنا انه بس نعوض لهم المي اللي فقدوها. زي مثلا انه مريض جاي مثلا معه دياريا وفاقد سوائل كتير، وانا بدي اعوضه بس بدي اعوض له الووتر مثلا، فبعطيه نورمال سلاين. لكن في حالات بحتاج اني اعطي هايبرتونيك او هايبوتونيك، عشان مثلا انه بدي اغير بالاوزمولاريتي، او اذا مثلا بدي اغير بالانتراسيليولار فلويد فوليوم. فهيك ان شاء الله بتكونوا فهمتوا شو الميكانيزم اللي او الاليه اللي بيشتغلوا فيها هدول السلاين سوليوشنز.